الآداب والأخلاق الإسلامية. الصدق. ضد الصدق الكذب. المسلم لا يكذب. المسلم يصدق أولا مع الله. مسلم يؤمن من الله سبحانه وتعالى. يصدق مع الله في أقواله. نجيبت من الله سبحانه وتعالى تام بجيب سبعي ربطي. يصدق مع الله في أفعاله. هاي كل كابت جمود من الله سبحانه وتعالى تام بجيب كان بجيب ربطي. يصدق مع الله في اعتقاده. هاي من نجيبت من كابت لو تام بجيب كان اعتقاد ربطي. من أي حد اعتقاد بت من كابت ربطي. المنافق يكذب لصلاته السلامة. جماعة المنافق. تصدق مع عباد الله. تصدق مع الناس مع عباد الله. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث كان يعرف عليه الصلاة والسلام بالصادق. النبي صلى الله عليه وسلم منفيد نبي. منفيد روان الله سبحانه وتعالى جاءتان ويقول رسول. الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة يعني نهاية طريق الصدق إلى الجنة كان جيبت كنوم طرق لودا الأو لودا الأو كنوم يوم طرق حنسور بأ الله سبحانه وتعالى والكذب يهدي إلى الفجور والفجور نسرعة في السلام يهدي إلى النار هاي من أمبر دخاء كان جيبت دخاء دي من بطنن كنوم طرق أمبر دساء الذي يتحرى الصدق يعني يحرص على الصدق انه لا يقول الا صدقا هذا يؤدي به الى الجنه ويكون عند الله صديقا مرتبه عاليه بعد مرتبه الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام ទៅរកយ៉ាងណារឹកកសុរការរបស់អល់ឡោះសុខានុតាឡាដែលមានផលិតដល់ពុះពុះ